مناسبة أو لوجود فرية دور علمية عندهن تبيش بركة إنسان رمضان أو لوجود ترجع لينا يكفى إذا استن معلمين ترجع دكسية القرآن الكريم كا دجانا بطلان أي لوجود سحدونا سحتان كقرآن الكريم كا يعلون تيسا سيد أشيعة يا شيخ أيان له أو أحدوميها مؤسسة الإرشاد أو سوق من قاب سيد دور علمية كان سيد أبارك أو جد دان علماء إلهي وحبارك كم وغدا دورة سعنا يسبيش رمضان أو لوجود ترجع لي إنا يكفى إذا استان بلشدو يكفى إذا استان بلشدو هذانا الله سيك لقاضي يا أه ذاتك إلهي كلام كيسا عنتك وهاي دورة وحاسود دياري هي حفلة دابا وحاسود دياري دافر كي دابا مؤسسة الإرشاد يسيد أوكل يطا إن مظلة خادم القرآن إن سيدا دراد وحلقو برانا يا وحاوي دورة أوكوبن وقت كيدو أوكوبن يا يوبيش الربالان كليا waxaa lagu baranayaa tasxiixa quraanka kariimka iyo culuumtiisa waxaan ugu baaqaynaa marka culimada iyo macallimiinta iyo mashayikhda dhamaan inay ka faa'iideystaan dowradaas muassasada al-irshad waxaa dowrada kala qayb qaatay khadimul quraan oo ka dhisan gobolka mudug macallin abdu asiis oo hadlay ayaa ka sheekay faa'iidooyinka dowradan iyo muhiimada ay leedahay in quraanka kariimka la barto saxitaankiisa dowradu waxay ka dhici doontaa markaska al-rawda iyo masjidka jaamaca oo مسجد مدرسة كثر سنة إسلام مسجد كجامعة شيخ عبد الله محمد عدو أنا جا شرف جاري إنت هاي إن شيخ عبد الله محمد عدو ويا هاي أردادي عن كلية ده أنا هين وبرامج ك قراءات ك سكمر وذا قادناي وحاس شرف كلو جاري إياه أجاسميه إنه وذا جودون سيء شهادة شرف ك عنده شهادة إجازة علم قراءات ك شخص معيل إنه قلبته هل كان رافضيه شيخ عبد الله أنا جاب برنامج كان كعصناي إنه هل كان يماده دورة الناقبته معلمين تا دكسيدا قرآن كا مجلة جروة قريب كم إذا يا الله شر جريء إن شيخ عبد الله هل كان كأنه علم جا أما فن جا تجويد كا يتصيح بق منوفة إيديه مناسبة الدهفور كدورة وحاكا قيب قلي مسؤولين دولديد أو كم دي هي أقاسمها واحدة أرمها الدين تا وسارة عدالة مدان إسماعيل حاج عبدي علماء يا قيبك الدوان أو بلشدة شيخ عبد الرزاق على شروع أو كم دع علماء بطلان أي مدرسة كسجنا وحاؤنا مؤسسة على إرشاد كأماني شو هدي جاي قليا قرآن كريم كأي سحتان كيسة سقى أقوب باقي إن لا شوك تيو في علا دنو عنا خير يدي بمرة دي هاد السيء رجع اسم قرآن ساي قرآن كا دقيا وبس أدي أدو في عن وحن لا هاي بيشان كلي ربعنا كديني بلو هو دن كدي قبل له أنا هسي ما ركت هاي القرآن كا دت كهيا أردا دا ميت بقول هيا ميت لواتن هيا ميت كونتون هيا ميت سديتن هيا برشة دت كما ركت هاي جانتا كو هيا ميل أذك بفديان واحد في عالم بدن يجوا بيقانين هذا أنا جاينا لو ما ركت أنا لك سحو شيخ محمود موسى أو إمام كمسجد كشامع عاهي مجال هذا الجرو معلم عبد الرحمن وكوه الله يفقه معلمين تلوق بتي دورة علمية كان هي مسؤولين كلا أي هذا الكيس قدم بيجي قرآن كتجويد كيسة وتصحيح سيهاي إن شاء الله تعالى بإذن الله الكريم مرة بينا ندو هذا البدن إلى هذا آدي آد بان إذن صدوين يا أن مقرن ساء إذنكم هذا علنا يا حفلة سيدة شرفت بنا نوصو مع موسين إلهي نوحن ويدي سنينا إنو كو كالميو إنت جهدك كو بحيصي وقتك كو بحيصي وحن لا يهي إلهي هكا أبا المريو قرآن كمنزل كيام عظم كا إلهي دريق سودة شيء نبي قيسى عليه الصلاة والسلام دريق دا سنو تطبيقي أو أه ورتل القرآن ترتيلا ما دام كلام رب العالمين يهي أو واحد وحوفظ البدن ويهي ضدك حنباري يجون واحد نقدر ضدك أوفظ البدن مخلوقات كيسة إن غير نقول إذا ما أنت أكفى إذا استان دورة أن أو دورة أدي آل غالي أو أو حويا تدويش القرآن ك أن تصيح بحنيسة لبضة الشهادة القرآن أيوه إن شاء الله تعالى وحنا لك فائدة وعنا لك فائدة استو وانا نقوم دون دمرك وقوه الرئيسي إن شاء الله حان رجيني نايده كوي انتنا سواق ونقابل نص نظر دم إن شاء الله تعالى شيخ عبد الله محمد عدو وهو شيخ سوى شيدين دون دور علميات كان
ايا كهل لي نحر كدوردن ايا محصول كالغفل ايا اني كسوبحان ايكوا وحاوي يحق عرف كيسي يا سيحيدي سا علمة قرآن كتا على الغضب دوردن كساب سنت اذن وحان روى مركا انان وحيار كشا حاضو ما دادن هدا ان دورد او قبانين مهمة دا ايلا دهي ايا بوس كي نو جوكتو ايا قفكم مكان مار مكرام سوا ما دا لابد اوقفكم نبارتو ما ايو فضلق ايلا دهي وأمد كواد ما دن فضي وحاوفرا يدرجوا مهمة حاوفرا مش أي علاقة له وهي علاقة له كتاب كله سبحانه وتعالى شيء وحكو شرفه به شيء قال وما عابي أما شيء علاقة له أما شيء قدريس كله مركم مش أي أنه قنيس يمرجع أنه قنيس تبا هرت شرف الكاس حاوفرا به ما دام كلام كله قاف كتسح وآخر له أي كه الله يس شرف انتهى صار حاوفرا أهمية أي رأي أنا أريد أصوغ قابين همدة أيرة هي مادة تجويد مادة مهمة وهي قف كستو كتاب القرآن كها قف بره هي أو بره النقطة يقف بره هي يقف آخر هي يمدرس يمعلم يوم دكتور منا كام مارمان مادة يقرآنكم ما كلا صعمان أقسمها واحدة دينتا إيه وسارة عدالة بطلة مدن إسماعيل حاج عبدي oo hadal dheer ka jeedi gabagabadii munaasabadda ayaa ka digay khilaafyada masuuliyiinka diiniga ah ee culimada dhexdooda isagoo bogaadiyay talaabada ay qaadeen muassasada al-irshaad iyo khadim quraan Soomaalidii ayagoo fiican baadan xarakooy noqdeen waa fiican in xarakadu loo baahan yahay dadaal ba ku jirta haddana waxa la rabaa in laga mideysan yahay kalimada tooxid in laga mideysan yahay quraankaas barashadiisa yala kamida ee wasaaradu ay wado haday u guuleysato ee xogurintaas iyo ma taqaana diwaan gelinta macallimiinta quraanka diwaan gelinta diidina sababtoo ah hadda wala socotaan dawladdu safa ugu jirta marka passport rabta sama passport ku afaya aqoonsi ku yahay diwaan gelintu aqoonsi ku tahay deegaanka degantahay iyo inaad macallin quraanta shaqo haysa bulshada shaqo haysa marka shay muhiim weey yaan fasiraad badan laga bixin in macallin kasta meel uu joogo oo diwaan gelintaasi ee wasaaradu wato ka qayb qaata loo baahan yahay waa fariin aan kaga faa'iideysanayo weeye hadii lagu diwaan geliyo tabarkaano kale macallin sheekhu bixinayo faa'iido ku tahay bar waxaan ogaanaynaa ninkan macallin quraama yahay waxa dhacday garoob ka dhacday macallin dugsi uu lahaa dugsigii wuxuu ka iibsaday iyo macallin ardaydii macallin kale uu ka iibsaday xaafadaha ka dhacday xafadeega bay ka dhacday ilmuhu dumar wal cagta bixinaya laakiin alaabti meesha taashayo maal ciyaalku ku wareejiyay habeen madow ku wareejiyay xoogay suqaata way dhacday markaan ka leeyahay macnaha quraanku waa inuu macallinku qalbigiisa uu nadiif yahay oo nool waa loo baahan yahay qalbiga nadiifna loo baahan yahay ciyaaloos kale ka jira marka waxaasna insha Allah waxa sixi doonaa nidaamka la sameeyo nidaamna ma samayn karno haddaan idinka la shaqeyn la kaalmayn ma ogtahay macaamil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda dara xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmil waad ku guuleysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank